السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. والآن إلى حصاد الجزيرة المغاربي وتتابعون فيه الليلة. المناوئون للانقلاب يحذرون من مخاطر عزل موريتانيا ووضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة. لا يزيد الكفرة حتى يعد عنها ضمير جمعي. قال وزراء الجبهة المناوئة للانقلاب في الحكومة المطاح بها إن ما سماه الانقلاب على الشرعية أدى إلى جملة من الانعكاسات السلبية على البلاد وعلى سمعتها في الداخل والخارج. وقال يحيى والصف القيادي الوزير السابق ونائب رئيس حزب عادل في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن مخاطر عزل موريتانيا باتت متزايدة بموازاة مع التجاوزات المختلفة من الانقلاب. نأسف لموقف الساسة الذين لم ينددوا بالقدر الكافي بتدخل بعض شركائنا الخارجيين السافر في شؤوننا الداخلية، ونذكر بأن حركة تصحيح 6 أغسطس قد قبلت بارتياح وقبول واسع وبأغلبية ساحقة. ومن جهة أخرى أعلن 13 حزبا سياسيا غير ممثلين في البرلمان عن إنشاء تكتل سياسي باسم المنسقية الوطنية للحفاظ على الديمقراطية. وقال رؤساء الأحزاب إن الهدف من هذا التكتل هو حشد تأييد للمجلس الأعلى للدولة الحاكم لمساعدته على الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه للشعب. تراجع هذه الآمال التي كانوا يعقدونها على الديمقراطية في المنطقة من النتائج السلبية، كذلك حالة الإرباك التي عاشتها كل برامج الدولة ومشاريعها الاستثمارية ومنذ بداية التهيئة للانقلاب، أي منذ شهرين ونصف. وقد احدث الانقلاب في موريتانيا تصدعا في أوساط الجالية الموريتانية في الخارج، فغداة اعتصام نظمه موريتانيون مؤيدون للرئيس المخلوع أمس في باريس تظاهر اليوم وفي العاصمة الفرنسية الموريتانيون المؤيدون للسلطة الجديدة، حيث نظموا مسيرة تأييد لرئيس المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط ورفعوا شعارات تشجب الداعين إلى عزل موريتانيا بسبب الانقلاب. كما طالبوا فرنسا والولايات المتحدة عدم التدخل في شؤون موريتانيا. الذين يريدون عزل موريتانيا أقول لهم أن ما حصل في موريتانيا هو تصحيح للمسار الديمقراطي، لأن الرئيس الذي انتخب منذ حوالي سنة ونصف بدأ ينحرف عن المسارات، والجماعة التي جاءتها تصحيح هي نفس الجماعة التي أطاحت النظام السابق وهي التي أتت بالديمقراطية في موريتانيا. معنا من نواكشوط المحلل السياسي محمد ود الجيلاني. سيد محمد ود، رغم كل المساوئ التي تتحدث عنها المعارضة للقيادة الجديدة، إلا أن هناك يبدو حراك سياسي في موريتانيا على كل حال بين مؤيد ومعارض. بالنسبة لتشكيل هذا التكتل السياسي الجديد المنسقية الوطنية للحفاظ على الديمقراطية، على ماذا يقوم هذا التكتل وما هي توجهاته وأولوياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سيد الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أقول شيئا مهما، وهو أن كل الذين يتكلمون اليوم سواء في الداخل أو في الخارج يتحملون جزءا من مسؤولية ما حصل في موريتانيا منذ شهر إبريل 2007. فالجيش هو لابي الرئيس السابق سيد محمد الشيخ عبد الله، والأحزاب السياسية هي التي قبلت اللعب مع الجيش الذي ساند. طبعا ليس كل الأحزاب السياسية، ولا نريد أن نعود من جديد إلى الوراء سيد محمد عبد الودود. لا بس ليس لدينا وقت لكي هذا شيء مهم. نعم باختصار الفضل. بس لحظة، وحتى المجموعة الأوروبية والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لعبت نفس اللعبة وزكت ما حصل في موريتانيا.
اليوم انتهت اللعبة واتضح أنها لعبة خاسرة، وبدأ كل واحد يلقي بالمسؤولية على الآخر يتهرب من مسؤوليته. فالغرب، الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الأوروبية، كل يريد أن يحمل موريتانيا أو يحمل العسكر المسؤولية عما حدث، في حين أنه هو من جاء وزكى كل ما حصل، رغم أنهم اتصلوا بالمجتمع. طيب، أريد جواب على سؤالي سيد محمد الودود، يعني هذا التكتل السياسي الجديد على ماذا يقوم حسب معلوماتك؟ ما هي توجهاته؟ ما هي أولوياته؟ هل هناك شروط ربما لدعم الانقلابيين؟ للأسف يبدو أن هذا التكتل وغيره لم يستفد من درس الذي انتهينا منه الآن، أو من اللعبة التي انتهينا منها الآن. فهذه إعادة للعبة التي ظهر أنها غير صالحة ولا تؤدي إلا إلى ما نحن فيه الآن. فسواء الذين يلعبون الآن معارضة النظام، والذين يلعبون مؤيدي النظام، هم كلهم لا يهمه لا النظام ولا موريتانيا، ولكن تهمه المكاسب التي سيحصل عليها من خلال هذا المواقف، هذه المواقف السياسية. طيب سيد محمد عبد الودود، عفوا المقاطعة، هم يقولون في هذا التكتل السياسي الجديد بأنهم يعرضون على الحزب أو المجلس الأعلى للدولة الحاكم بمساعدته للوفاء بتعهدات انقطها على نفسه أمام الشعب. نحن نعلم بأن هذا المجلس هو مجلس مؤقت ظرفي، يفترض أنه بعد وقت ما سيسلم السلطة للمدنيين. هل معنى ذلك بأن هذا التكتل سيظل موجودا بوجود هذا المجلس، وبالتالي هو تكتل ظرفي؟ أخ عبد الصمد، لو كان الأمر كذلك فعلا لطرحوا شروطهم قبل تأييدي، مثل بعض الأحزاب الأخرى التي أيدت يعني دقيقة بعد الانقلاب، ولكنها رفضت المشاركة في الحكومة. فطرحت شروط للمشاركة في الحكومة، كان مفروض هذه الشروط أن تطرح للمساندة قبل يعني أن تكون مطروحة للمشاركة. وبالتالي ربما جاء تحركهم متأخرة للمحال السياسي محمد. خطوة متأخرة، مثل ما تقول متأخرة بدون مبرر. شكرا لك محمد عبد الودود الجيلاني المحلل السياسي من وقت تعتذر لضيق الوقت.